أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحية البحرينية المختلفة لاستقبال تدفق الزوار مع حلول عيد الفطر المبارك، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحية لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكل حذر، واعتماد تدابير وقائية تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس كورونا. هذا وقالت الأستاذة فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال اتصال هاتفي سابق. إن الهيئة أعدت خططا استباقية عبر التنسيق مع عدد من المنشآت السياحية لاستقبال القادمين إلى المملكة وفقا للإجراءات الوقائية. قامت الهيئة بالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية لإعداد حزمة من المبادرات المتنوعة الموجهة لتنشيط السياحة في البحرين، خاصة باعتبار المملكة وجهة سياحية مثالية للأسر الخليجية. طبعا خلال الفترة السابقة الهيئة عززت من تواصلها مع المنشآت السياحية بهدف التأكد من استعداد تلك المنشآت لاستقبال السياح واتخاذها أيضا لجميع الاحترازات الصحية. في الفترة المقبلة الهيئة تتوقع طبعا زيادة في حجم تدفق الزوار من مختلف منافذ الدخول للبحرين، وبالأخص منفذ جسر الملك فهد، وهذا الأمر طبعا يبشر بعودة النشاط السياحي ككل في المملكة ويمهد لمرحلة جديدة لدعم الحركة الاقتصادية. تم إطلاق حملة ولهنا عليكم للتعريف بمجمل الأنشطة السياحية والعروض، وبالأخص التعريف عن المنشآت السياحية الجديدة في البحرين من خلال حملة رقمية شاملة. في الفترة السابقة شكلت جائحة كورونا عائق للتواصل السياحي بين البحرين وأشقائنا بدول الخليج، وبالأخص أشقائنا في المملكة العربية السعودية. بمناسبة افتتاح جسر الملك فهد أعدت الهيئة عدد من العروض خلال الفترة ما بين 17 مايو إلى 23 مايو، منها العروض الضوئية والترفيهية في مناطق مختلفة في المملكة. وطبعا ممكن التعرف أكثر على هذه العروض من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.